شاهد خلصت مكياجي بفترة قياسية بس لسه ما خلصت كويس. المهم مستحيل أنا أصور أي طاولة بدون ما أستأذن أصحابها، فاللي بدي يجي أهله سهلة ومش رح أصور. شاهدة تسلم يدك على الميك اب. دوش I love you. ليش الوردات؟ عشان أطلع أحلى وأحلى من هيك. شوفوا كيف الميك اب رايق. بالطريق إلى الخيمة يا ربي، بس يا رب إني أوصل وما أتأخر عنه. أنا هيك دايما مواعيدي. اليوم عن التصوير، تأكدوا تماما اني مستحيل اني اصور اي حدا الا باذنه، يعني انه وين اني اجي والله اصور هالطاولات. اليوم في عندنا افطار لمركز راشد واللي قاموا فيه دكتور أيمن البياع. طبعاً الشاشات عندي بتعرض يعني إنجازات مركز راشد وإنجازات أيضاً الدكتور أيمن البياع. المنيو تبع الإفطار الخضار، البطاطا، الكب اللبنية، رز بشعرية، مكرونة، إيش هذا؟ سجق، ورق العنب والكوسة، اللوبيا، مقلوبة الدجاج، وهذا الخروف. I think إنه في هنا سمك، وطبعاً هنا المقبلات كلياتها المدردرة والتبولة والمتبل والكتوش والحمص. وأهلا وسهلا يا خالته. اليوم في حريرة وشربت عدس. لوريس سلمي لي على وعد ودينا كله بلسومة بتجنن الخيمة. انت من الخيمة والاكل بياخد العقل. شوف الخيمة متواضعة وبسيطة بس يمكن جوها حلو. جوها عائلي. دومي ديما الجندي، شو الدور اللي عامليته اللي مكسر الدنيا؟ بدي افهم. الخمساء عليكم اللحمة. اللحمة يحرق حريشك. يلا يلا يلا. اور فيديو ترى بص على بقى رمضان. يلا علي فابوسي نرجع ورا، كمان علي ارجع ورا كمان. يلا فابوسي يلا علي يلا لعنا طلعوا لعنا دكتور هادي يا دكتور لعنا فابوسي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا ومرحبا وغلا. كيف المباراه نبيل؟ وحشتيني. معي مين معي؟ انا اتشرف اني اجي هذا الخيمه الحلوه من هذا الانسان الرائع. يا بعد قلبي العام وانت بخير وانت بالف خير. ما شاء الله مش طولات اليوم يا فادي. انا قاعد على الحمد لله بس انك تحجز حبيبي. أحلى كابل من الأردن وإن شاء الله تجيب البيبي على خير. قول يا رب آمين. حبيبي مبسوط حبيبي عن جد؟ هذا ابني حبيبي، هذا ابني. البيت مش بيتنا، البيت بيتك حبيبي عمري. شرفتيني أنت وخالد وكل الجروب اللي جيتوا. معلش صوتي مش طالع من كتر ما بصرخ على الناس. شوفوا هذه القمر، هذه القمر. لتاني يوم ولا جيتكم حبيبتي، يعني هي اكبر سكرين. ايه او ماي جاد.